حبايبي ثانوية عامة أدبي، أهلا وسهلا بيكم في رحلة هنبدأها مع بعضينا في منهج الجغرافيا السياسية. واحد بيقول لي المنهج بتاعنا دوت هل هو منهج خاص بالمحلية فقط ولا بالعالمية؟ هقول لك ده اسمه الجغرافيا السياسية، يعني ما هواش جغرافيا تقليدية، ما هواش جغرافيا نمطية، ده اللي خدناها زمان. المنهج بتاعنا منهج عبقري لأنه له جناحين يا جماعة، جناح محلي يعني بيعرفني مفهوم الدولة والفرق بينها وبين الأمة، وبعدين ندخل بقى في الدولة من جوه ونفصصها ونصنفها إداريا على حسب الحكومة اللي بتحكمها، هل هي دولة فيدرالية ولا كونفدرالية ولا مركزية. وبعدين يقول لي تعال ما أقول لك أهم مدينة في الدولة مين؟ العاصمة ودور العاصمة، أنواع العاصمة، تصنيفها، وظائفها، وقلب الدولة. ياخدني بعد كده من يدي بقى ويفتح لي الدولة قدامي يا جماعة، ويعرفني الموارد الطبيعية ويعرفني الموارد البشرية تحت عنوان مكومات طبيعية للدولة ومكومات بشرية للدولة. ممكن الدولة تحصل منها على نقاط قوة أو تحصل منها على نقاط ضعف. ده حتى كمان بيعرفني القوة العسكرية للدولة، بيعرفني القوة التنظيمية للدولة، بيعرفني أنظمة الحكم سواء رئاسي برلماني شبه رئاسي أو ملكي وجمهوري، وكمان بيعرفني النظام الانتخابي في الدولة. كده عرفنا دراسة تحليلية للدولة. هياخدني من الدية بقى ويطير بي على العالم الخارجي بقى. يبقى العالم الخارجي كدراسة خارجية بقى هقولك عليها دلوقتي. أنا معاكم مستر عفيفي خبير الجغرافيا والاقتصاد بالوزارة والتلفزيون المصري في ماسبير، وكمان بقدم لكم المادة في قناة مدرستنا 3. طيب الجناح العالمي إيه يا جماعة؟ بيعرفني بقى الفاصل بين الدولة وبين الخارج الحدود السياسية، فبيعرفني تعرفها والفرق بينها وبين التخوم وطرق تحديدها وترسمها وأسباب ظهورها وأهدافها وأنواعها، وكمان دي المشكلات اللي بتظهر عليها، وفي السكة بناخد تطور الخريطة السياسية للعالم. بيشاور لي بقى بداية بيقول لي إيه بقى؟ تعالى معرفك بقى التكتلات الاقتصادية، الأحلاف العسكرية، المنظمات الدولية، العلاقات الخارجية، ثم النظام العالمي الذي نعيش فيه الآن بمتغيراته بأحداثه. هو ده يا جماعة المنهج العبقري بتاعنا اللي هنبدأ رحلتنا فيه هنا على منصتنا، منصة التعليمية أكاديمي، أقوى منصة إلكترونية في مصر والعالم العربي، بتقدم خدمة إلكترونية وتعليم إلكتروني بس بطعم مختلف، بصورة جديدة شيقة جذابة ممتعة لطالب الثالثة ثانوي. إن شاء الله بيسعدني أكون معاكم خلال رحلتنا في منهجنا، منهج الجغرافيا السياسية مع التعليمية أكاديمي. أسهل من كده مفيش، وبوعدك بالدرجات النهائية. شكرا والسلام عليكم. كان معكم مستر عفيفي.